فن وسهرات وطرب، حالة من الابتهاج تعيشها مدينة المكلا حاضرة محافظة حضرموت. ليلة فنية عنوانها الثقافة حياة، أحياها هؤلاء العازفون إذ شكلوا لوحة إبداعية بتناغمهم على خشبة المسرح الوطني. الأمسية جاءت اختتاماً لفعاليات مهرجان موسم البلدة السياحي الذي استمر أسبوعين، وبتنظيم مؤسسة حضرموت للثقافة وبرعاية من وزارة الإعلام والثقافة والسياحة. أنا سعيد أن أكون اليوم في حضرموت، حضرموت الحضارة، حضرموت التاريخ، حضرموت الدان الحضرمي، حضرموت الأمن والاستقرار والمدنية. طبعا الحفل يعني حظى يعني متعة غير طبيعية للجميع حقيقة، بالإضافة لأنه حظى بحضور أيضا رائع من قبل الناس الوافدين لمدينة المكلا في مهرجان البلدة. مقطوعات متنوعة من الألوان الغنائية عزفتها الفرقة الموسيقية، من بينها يا سمار وظبي اليمن ويحيى عمر. ومن صنعاء إلى القاهرة حلقت المقطوعات عاليا، حيث الموسيقار محمد عبد الوهاب والفنان عبد الحليم حافظ. أما الموروث الشعبي فكان له حضوره الخاص من خلال سمفونيتي مزمار الهبيش وصبوحة، وهو ما أوقد حماس الجمهور. عشنا أمسية موسيقية مليئة باللحن، بالطرب، بالرقص، كل الآلات الموسيقية كانت محتشدة في هذا المسرح الوطني في حضرموت. بصراحة أنا استمتعت، أنا من أبناء تعز، استمتعت كثير بهذه الأجواء في حضرموت المكلا. أنا بالنسبة لي أختصر الكلام، الجو بالجو كما يقال في تعز، الجو بالجو، يعني الجو رهيب لطيف مليح. هنا يبعث الأطفال رسائل الحب والسلام، وفي انسجام وأمر يرددون حلو يا بلادي، معبرين عن توقهم لاستقرار الوطني وازدهاره. محمد عمر لبرنامج صباح بلقيس المكلا.